خلالي ما بدأت وياكم دكتورة زهرة، إن شاء الله أخذتوا أنتو بالدروس السابقة عيني طلاب، أكو شي ما واضح قبل ما أبدي؟ لا دكتورة واضحة. تمام عيني. قبل ما أبدي طلاب أي موضوع نتكلم عنه، طبعا أهم الأنسجة اللي أخذتوها سابق ويا دكتورة زهرة هي كانت الإبيثيليال، أخذتوا الإبيثيليال تشو، وأخذتوا أيضا النيرفوس تشو، وتكملت هاي الأنسجة اللي اليوم راح نشرحها هي الكونكتيف تشو. What's connective tissue؟ أولا لازم أني أعرف شنو النسيج ومكوناته وأبدي أشرحها بالتفصيل. ال connective tissue من اسم طلاب connect، connect هو النسيج المسؤول عن ترابط نسيج مع نسيج، أو يحمي النسيج بحيث يمكن أنه يسند ذلك النسيج مع النسيج الآخر، أي بمعنى آخر هو النسيج القابل على حماية الأعضاء أو الأنسجة مع بعضها البعض. نقدر إحنا نعرفه نقول it's one of the four basic types of animal tissue اللي مثل ما ذكرناها النيرفوس and epithelial وآخر واحد اللي هو الكونكتيف and منو بعد ثالث واحد أو الرابع اللي أخذتوه. نعم ماسكولار تيشو. نعم الماسكولار تيشو. So all connective tissue consists of three main components. الكونكتيف تيشو بصورة عامة طلاب مكونات الأساسية ثلاث مكونات اللي هي الفايبرز الألياف الجراوند سبستانسز and then the cells. نجي نشرحها واحدة واحدة حتى أني أميز أنواع الكونكتيف تيشو بين واحد وآخر. الفايبرز طلاب الألياف، الألياف يا أما تكون من النوع الإلاستيك and collagen fibers، طبعا اعتمادا على الفايبرز اعتمادا على مكان وجوده يعني وظيفته. اذا كان مثلا بين عظم وعظم يكون الفايبر هو متخصص بنوع معين، او مثلا يكون بين الجوينتس اللي نسميه بالغضاريف، اذا تعرفون الغضاريف اللي هي ما بين عظم وعظم يكون مكونه هو كولاجين. الجراوند سبستانس، هذا الجراوند سبستانس يعرف بالاكسترا سيلولار ماتريكس. الاكسترا سيلولار ماتريكس شنو معنى طلاب الاكسترا سيلولار ماتريكس؟ احد عنده معلومه معنى الاكسترا سيلولار؟ نعم 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 الجراوند سبستانسز زين، ولكن الاكسترا سيلولار ماتريكس شنية دكتورة؟ مادة بينية. المادة البينية معناها أدق إذا تقدرون طلاب توصلوها. طبعا شكرا عبد الرحمن وروى. لو رؤى أنا روى دكتورة روى معناها أين طلاب دكتورة؟ أنا يعني من المعلومات العامة إنه هاي المادة البينية تكون داير مدايرها structures، تكون داير مدايرها structures، يعني شلون هي عبارة عن تختة، شلون عبارة عن وعاء وداخلها أشياء، أنا هيك فهمتها. تقريبا تقريبا
هسه نرجع طلاب، الاكسترا سيلولار ماتريكس هو مثل ما ذكروا زملائكم هي المادة البينية. معناها شنو المادة البينية؟ هو السائل اللي يحيط السيل، السوائل اللي تحيط السيل يسموها بالإكسترا، إكسترا سيلولار ماتريكس، من الاسم إكسترا خارجي، سيلولار الخلية تكون في داخل هذا الفلويد، الماتريكس بمعنى شنو المحيط به، فهذا الإكسترا سيلولار ماتريكس تنغمس به السيلز. السيلز of the connective tissue mainly composed of الفايبروبلاست، يعني كل الخلايا المكونة للconnective tissue تتكون من الفايبروبلاست، وماكروفاجز mast cells leukocytes and then adipocytes. بس قلنا mainly من الفايبروبلاست. الفايبروبلاست هي الخلية اللي تولد لنا مادة الكولاجين، لذلك احنا نشوف الكونكتيف تيشو ثلاثة ارباع انواعه يتكون من الفايبروبلاست. نجي هسه نقسم الكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو يتقسم الى قسمين، كونكتيف تيشو دكتورة عفوا بس المادة البينية من ايش متكونه؟ من شنو متكونه المادة البينية؟ المادة البينية تتكون من مادة يسموها غروية كولويد، كولويد كومبوزيشن، من بروتينات، يعني أي مادة مغذية المن للسيلز. بالإضافة إلى ذلك المادة البينية هي تخلي الخلية ترتبط مع بعضها البعض وتعطي السبورت تو ذا تيشو. هذا هو يعني ترى بلازما الدم يعني هي المادة البينية؟ يعني بلازما الدم يعني هي مادة بينية؟ لا لا، البلازما واحد. أوكي شكرا دكتورة. العفو عيني. زين نجي على الكونكتيف تيشو بروبر. الكونكتيف تيشو قلنا نقسمه إلى البروبر and special. هذا هو البروبر اللي هو العام، احنا اللي نسميه بال عفوا. هسه بعدين نرجع على السلايدات. اولا البروبر consist of، البروبر consist from loose connective tissue and dense connective tissue. احنا هسه دا نتحدث على البروبر not the specialized. البروبر طلاب اعتمادا على كمية الفايبرز نقسمها إلى اللوس والدنس. اللوس connective tissue، شنو معناه اللوس؟ الفايبرز طلاب هنا بهالشكل بالنوع العفو اللوس connective tissue، الفايبرز راح تترتب بشكل يكون اتصالها مع بعضها البعض not very tightly، يعني مو بالشكل المتماسك جداً مع الـ extra cellular matrix. لكن في هذا الحالة، في حالة اللوز طلاب عيني رجاء انسدوا المايك. طلاب سدوا المايك رجاء. تمام عيني. قلنا اللوس كونكتيف تيشو اعتمادا على ارتباط الالياف بالاكسترا سيلولار ماتريكس. طبعا الارتباط قلنا not very tight، لكن بنفس الوقت هو ينطي فالدعم للعضو اللي يبطنه. طلاب رجاء سدوا المايك لأنه ترى ألغي محاضرة. بقول عليك موضوع المعلمة البولا ها عزيزين سهراء رمزي.
الطلاب رجاءً اللي يقعد ويتابع وياي المحاضرة رجاءً يتأكد من المايك. زين عيني؟ نرجع للمحاضرة اللي قلنا اللوز كونكتيف تيشو اعتماداً على الترابط ما بين الفايبرز ويا الإكسترا سيلولار ماتريكس. طبعا اللوز كونكتيف تيشو طلاب مثل ما قلت لكم هو ينطي سبورت very highly support لكن بشكل مرن، يعني مثل منو الدايجستيف سيستم تشوفون هو موجود عندنا الكونكتيف تيشو، لكن ما يكون بالصلاده اللي يمنع امتداد الدايجستيف سيستم، يعني عمليات الهضم وعمليات الإخراج وإلى آخره تحتاج إلى connective tissue لكن ما يكون بالشكل اللي يعيق حركته. النوع الثاني من البروبر اللي هو dense connective tissue، هنا شلون تكون الفايبرز؟ الفايبرز تكون very tight with the extracellular matrix من اسمه dense. طبعا الكثافة أيضا أكثر كثافة من loose connective tissue. اللوز كونكتيف تيشو يتكون من او تقسيماته الايريولار تيشو اند ريتيكولار تيشو وذ اديبوس تيشو. الايريولار من اسم طلاب ايريولار فتشي، يعني احنا شلون نقول بالعاميه فتشي جدا خفيف. الريتيكولار الشبكي والاديبوس الدهني. الدينس كونكتيف تيشو الدينس نوعين regular and irregular. نجي هسا نشوفهن بالسلايدات loose or the irregular. قبل ما أبدي بالشرح عيني طلاب راح أنزل لكم رابط الحضور، العفو مو رابط الحضور وإنما الدخلون للصف الإلكتروني طلاب حتى تسجلون حضوركم. فقط 5 دقائق وأسد الرابط. نعم بس نفسي صارت هنا ما بدك شون عيني نفسي حاول تدخل أي هسا عيني أشوفها. بدي سدي عيني المايك مالتك واني اشوفها، اذا دخلت اني ادخلها. طلاب طلاب ارجعون الرابط. نعم الرابط ما انزله طلاب، ادخلون للصف الالكتروني وسجلون حضوركم. طلاب عيني هسه أنا نزلت على الكلاس 5 دقائق وأسد رابط الحضور. زين بالنسبة لللوس أور ذا إيريولار كونكتيف تيشو قلنا أهم مكون من مكونات الكونكتيف تيشو اللي هي الفايبروبلاست سيلز. إذا بنشوف هذا التأشير هذه هي الفايبروبلاست سيل، قلنا هي الخلية المكونة المن للكولاجين فايبرز. تشوفون هذه كلها عبارة عن كولاجين فايبرز إضافة إلى الماس سيلز and the reticular fibers. شلون أنا أميز الريتيكولار فايبر عن الكولاجين فايبر؟ الكولاجين فايبر طلاب هو أسمك شكلا من الريتيكولار فايبرز، يعني الريتيكولار is thinner than the collagen fibers. Mast cells with white blood cells. هذه إذا نشوفها هنا هي عبارة عن نيوتروفيل. تشوفون التوزيع الألياف هو راندوم، يعني ماكو شكل منتظم. تشوفون الفراغات البينية ما بين الألياف.
هذه هي الفراغات البينية ما بين الألياف، هذا يدعى باللوس أو ذا أريولار كونكتيف تيشو. دائما نشوفه أكثر شيء بالريسبيراتوري تراكت أند ذا إليمنتري تراكت. البعدة اللي هو الريتيكولار كونكتيف تيشو. الريتيكولار كونكتيف تيشو طلاب يعني هذا طبعا هنا القوة التكبير أكبر من قوة التكبير السلايد القبله. ده تشوفون هذه الريتيكولار فايبرز، أنا ده أشر عليها. هاي الريتيكولار فايبرز الخلايا المسؤولة عن تكوين الريتيكولار، يسموها بالريتيكولو سايتس. ريتيكولو سايتس ليست فايبرو سايتس أو فايبرو بلاست. هنا تدعى بالريتيكولوسايتس أور بلاست لأنه شتكون لي ريتيكولار فايبرز، إضافة إلى وجود الوايت بلاد سيلز. هنا هي الليمفوسايت، طبعا راح نشرح إن شاء الله هسه الليمفوسايت شون أميزها، النيوتروفيل شون أميز هذا النسيج أشوفه بالليمفويد أورغنز. السلايد اللي بعده اللي هو الأديبوز كونكتيف تيشو. من اسم طلاب قلنا احنا دائما نسمي الخلية أديبوز، إذن أديبو سايتس. هاي الخلايا الدهنية، الخلايا الدهنية وظيفتها بشكل عام هو لخزن الدهون، توليد طاقة، توليد الحرارة للجسم. طبعا الأديبوس كونكتيف تيشو نوعين، اكو البراون اللي نلقيه بالاطفال والوايت اللي بالادلت موجود. اهم خاصيه بالأديبوسايت تشوفون النواه، هذه هي النواه pushed against the cell membrane، تندفع النواه باتجاه الغلاف الخارجي للخلية. ليش؟ لأنه الدهن، الدهون اللي بالداخل تدفع نحو المحيط الخلية. ده شوفون طلاب هذا المؤشر عليه هو هذا الإكسترا سيلولار ماتريكس، المادة البينية. لحد الآن أكو سؤال على هذا الموضوع لحد الآن؟ أكو أي طالب عنده سؤال لو أستمر؟ دكتورة تقدرين تعيدين مال الكولاجين السلايد الأول اللي الصورة الأولى؟ تمام ابني إن شاء الله. الرابط الآخر عيني أكو عندكم سؤال؟ ماكو عيني؟ الرابط اللي بعده أكو سؤال؟ طلاب عيني تسجيل الحضور على الصف الإلكتروني، تروحون على الكلاس روم. تمام عيني نرجع دكتورة بلا زحمة، ما تقدرين تزيدين الرابط هنا لأن أنا ضايع على الرامز مال البريد فما جاي يفتح عندي أصلا. بنتي شلون لعد راح تمتحنين؟ ها طيب لعد هسه بس أدور. أي ثواني دكتورة، يعني هو يبقى مفتوح بس في الدقيقتين أو ثلاثة لين ما أشوف الباسورد؟ تمام شكرا لك. بالنسبة للأريولار نرجع عليه، الأريولار أو the loose connective tissue، قلنا إحنا أهم مكونات الconnective tissue اللي هي عبارة عن cells, fibers and ground substances. ده تشوفون هنا الخلية المكونة الأساسية تدعى بالفايبروبلاست cell، هذه هي الفايبروبلاست، تقوم بتكوين مادة أو ألياف الكولاجينز. هاي هي الألياف الكولاجين، إذا تشوفوها بالبنفسجي لكن تكون سميكة جدا. هذه هي مادة الفايبرز أوف كولاجينز. عندنا الريتيكولار فايبرز اللي هي الشبكية، الريتيكولار فايبرز تشوفون الفرق الريتيكولار فايبرز عن الريتيكولار فايبرز فرقها عن
الكولاجين فايبرز بتكون thinner thinner than the collagen thinner يعني أقل سماكة. هذه بالنسبة للفايبرز. المادة أو المسافات البينية تشوفوها جدا واضحة، مسافات بينية حادة، وجود الماس سيلز، الوايت بلاد سيلز، and sometimes البلازما ما موجودة هنا، فقط الماس سيل. طلاب أريد أنتوا إلكم كمعلومة شنو وظيفة الماس؟ هذه إلكم. أعني. ممكن أجاوب؟ أي تفضلي. دكتورة الماس سيل هي بشكل عام هي تفيدنا، أنا خلصت بالأمانية سيستم الباحث، إنه الماس سيل ما تدخل الباثوجين مشكلتها هي تكون شارح الراس تطلق استامين. نعم صح. إذا هي أنتي ألرجيك مو؟ سيلز. نعم. اي انتي الارجيك سيلز اللي تكون دفاعيه ضد الباثوجينز والبكتيريا اللي تكون على الجلد، لما يصير في الشخط او جرح او خدش بالجلد لاني مو دخلان، هاي الماس سيلز يكون حاجز، من تشوفه قوة عاد تنقل عليها وتطلق الهستامين. نعم احسنتي احسنتي، شكرا جزيلا بنتي، شكرا. عفوا دكتوره. هلا. زين نرجع نكمل عيني درسنا اللي وصلنا ما بعد الأديبوس. نجي نشرح هسه عندنا الدانس. الدانس قلنا هو نوعين، دانس ريجولار اند دانس الريجولار. شلون اميز الريجولار عن الريجولار؟ ده تشوفون الالياف، الالياف اوف الكولاجينز، الفايبرز اوف ذا كولاجين ان ذا دانس ريجولار they arrange in parallel arrangement، يعني بشكل موازي، يكون بشكل متوازي. تشوفوها عيني شلون واضحة، بشكل متوازي. هذه وين موجودة؟ بالتندنز. شنو معنى التندنز؟ الأوتار. نعم نعم، التندنز هي الأوتار. الريجولار هنا تشوفون طلاب الريجولار، تشوفون الفايبرز كأنه ويفي or it take a network arrangement، يعني كأنه شبكة. بس طبعا هي اللي هنا الريجولار يشبه الاريولار، يشبه الاريولار، لكن يتميز انه الفايبرز هنا تكون جدا اسمك واوضح. وين اشوفها؟ بالديرمس، بالديرمس. نجي هسه نشرح بالنسبة لطلاب عيني، سجلتوا الحضور؟ دكتورة أنا بعدني. يلا عيني حتى أسد رابط الحضور. عيني عيني ماكو بتي عيني، أنا دا أدخلها بس هي مدى تدخل. أسد هلا حضور بتك خلي الدز مرة لخياتني عيني، خلي الدز بكي على السريع عيني حتى نكمل محاضرة. على يا رابط، على رابط الثاني، الرابط الثاني ماكو بتي يمي. الأول ماكو والله. دكتور عفوا ممكن احكي؟ اي تفضل ابني. دكتور اذا ما تقدر تدخل خل الرمز الصايب فوق تاخذه وتدخل بيه، لان على الرابط هو طلع ما نقدر ندخله الا على الرمز الفوق. يا هو عيني الرمز، اي هو على هذا الفوق. اي هو لازم هذا ال تي بي اي سلاش زد دي اي اف. نعم سلاش اي اي بالشات عيني، انتم بيناتكم هاي الروابط موجود على الكلاس، فخلي تاخذ اي واحد وتدخل عليه.
بس علي خلي دساب الاكتشافات يكتبها الأخلاق الخمسية. يلا يعني خلي نكمل طلاب زين، وخلي تدخل عيني على الإيميل الجامعي. هسه نجي على الكونكتيف تيشو اللي هو السبيشال، سبيشال كونكتيف تيشو. السبيشال من اسمه هو متخصص بأنسجة أو ارتباطات بأنواع معينة من الأنسجة، من ضمنها الريتيكولار كونكتيف تيشو، أيضا الأديبوس، كارتليج بون أند بلاد. نجي نشرح، إحنا تكلمنا عن ما سبق اللي هو الريتيكولار والأديبوس، نجي نتحدث عن الكارتليج. The most cells known in the cartilage، الخلية اللي هي مسؤولة عن توليد مادة الغضاريف أو المادة الرئيسية للغضروف، تعرف بالكوندروسايت. هذه هنا أنا طلاب مأشرتها، هي الكوندروسايت، هذه كوندروسايت. مثل ما قلنا المادة البينية هذه بالداخل تدعى بالإكسترا سيلولار ماتريكس. هذه الخلية تنغمر بفجوة كافيتي تدعى باللاكونة، هذه هنا هي اللاكونة. إذن أجي أشرحها من جديد طلاب، الخلية المسؤولة عن توليد مادة الكارتليج هي الكوندروسايت، المادة البينية الإكسترا سيلولار ماتريكس، and it surrounded by a cavity which known باللاكونة. هذه موجودة وين؟ بالريبز واللارينكس النوز and تريكيا. تعرفون هاي مادة الغضروف اللي هي موجودة، نشوفها وين؟ بالأنف وبالرؤوس الأضلاع. ليش برؤوس الأضلاع؟ حتى تساعد على عملية التمديد. قلت لكم طلاب في أحد السلايدات، قلت لكم الكونكتيف تيشو برغم صلابته وتماسكه لكن ينطي مرونة للمكان اللي هو به. فإذا هو ربط ما بين عظم ونسيج آخر اللي هو بالريسبيراتوري تراكت، ساند الكافيتي او شو نسميه احنا، مو الكافيتي، الريسبيراتوري كافيتي، انطاء الدعامه وبنفس الوقت انطاء الفلكسبيليتي. نجي على البون. البون الخليه المسؤوله عن توليد الماده العظميه تدعى بالاوستيوسايت، الاوستيوسايت or الاوستيوبلاست، اوستيوبلاست. تترتب على شكل دوائر، ده تشوفوها عيني طلاب، تترتب على شكل دوائر تحيط بقناة تدعى بالهافيرشن كانال. هذه الهافيرشن كانال، هافيرشن كانال هي القناة اللي مسؤولة عن دخول وخروج الأجزاء العصبية، الأجزاء الدموية اللي تغذي هذا النسيج. طبعا هاي الخلية أيضا تكون محاطة بتجويف يدعى باللاكونة. المسافة ما بين الأوستيوسايت إلى الأوستيوسايت الأخرى تدعى بالأوستيون، بالأوستيون. هذا بالنسبة للبون. الأوستيوكلاست شنية؟ لكون العظم دكتورة؟ يعني دكتورة كون العظم زائد اللي هو دقيقة يعني بس ثواني وياي. الأوستيو من هو يعني الأوستيو كلاست، الأوستيو كلاست دكتورة هذه قادمة للعظم نقيض العظم اللي زائد. عافية تمام. هو اللي يقوم بماذا؟
يقوم طلاب دكتور. ها عيني عادي أجاوب على وظيفة الأوستيوبلاست؟ شلون عيني؟ وظيفة الأوستيوبلاست عادي أقولها؟ أي هو يكون مسؤول عن الفورميشن مال البون، فورميشن مال البون يكون شنو عيني؟ البون، الفورميشن مال البون يكون؟ يكون البون العظم. لا الكلاس طلاب بعكس البلاست. بلاست؟ نعم الكلاس هي اللي تقوم مثل ما ذكر زميلكم تقوم بإزالة الزائد من العظم. تقوم بإزالة. دكتورة إيش؟ عذريني سمعت لغات عباد بين أوستيوبلاست مو بلاست. عذريني دكتورة. العفو بنتي أهلا وسهلا. زين نجي نكمل عيني بالنسبة للبلاد. البلاد بصورة عامة ينقسم البلاد طبعا مكونات البلاد هو الـ ESR اللي عفوا الـ RBCs اللي هي Red Blood Cells and White Blood Cells with البلازما وبليتليت إلى آخره. هذا البلاد اللي نسميه بالـ Whole Blood. هذا السلايد طلاب يدعى بالكومبليت بلاد بيكتشر. كومبليت بلاد بيكتشر السي بي بي سي بي بي. دائما اذا تشوفون هسه ان شاء الله بعد من يعني تصعدون مراحل اكثر سنه اللوح ان شاء الله تاخذوا بالفيزيولوجي الكومبليت بلاد بيكتشر. مرات يجيبوا لكم تحاليل يكتبون فقط مختصرات، فأنت كصيدلي لازم تعرف هاي المختصرات شنو معناها. فمن يجيك المختصر CBP معناها أنه هو مسوي blood film، يعني دا يشوف تحت المجهر كل مكونات البلد. البلد قلنا هو يتكون من الRBC. الRBC مثل ما تعرفون احنا يعني العام الRBC هذا هو شكلها طلاب. RBC تقول كونكيف، هذا هو شكلها كونكيف يعني مضغوطة من الجانبين and spherical not spherical in shape يعني مو تكون طوبة لا by concave مضغوطة من الوسط. مكون آخر البليتليت اللي هي المادة اللي نسميها الصفيحات الدموية اللي تدخل في عملية تخثر الدم. هذا بالنسبة لمن؟ للآر بي سي. نجي الوايت بي سي اللي هي الدبليو بي سي. طبعا هاي المختصرات اكيد انتم ماخذوها بالنظري. الوايت بي سي تتقسم الى نوعين اللي هي الجرانيولوسايت. شنو معنى الجرانيولوسايت؟ انه تحوي بالسايتوبلازم على الحبيبات. نعم تحوي على الحبيبات. بينما الأي كابتل أجرانيولوسايت السيتوبلازم لا يحوي على حبيبات. نجي نحكي على الحبيبية أنواعها الإيوزينوفيل والنيوتروفيل والبيزوفيل. شون أجي أنا أجيب لكم مثلا مقطع نسيجي أخلي لكم الإيوزينوفيل شلون راح تميزها هي إيوزينوفيل. أول حاجة طلاب الإيوزينوفيل من اسمها الحامضية. المادة الحبيبية من أصبغها بالصبغة اللي معروفة يسموها الصبغة H&E الهيماتوكسيلين. H&E اللي هي الهيماتوكسيلين تأخذ اللون الأحمر. تأخذ اللون الأحمر. النواة مالتها طبعا هاي نسيت أذكر لكم إياها طلاب. النواة تكون مفصصة بالجرانيولوسايت تكون مفصصة. هنا بالإيوزينوفيل تحوي على فصين على شكل S shape. ده تشوفوه كأنه S shape مرتبطة مع بعضها البعض بشكل S shape. هذا بالنسبة للإيوزينوفيل. النيوتروفيل نيوترو
معناها متعادلة. الحبيبات مالتها تأخذ اللون المتعادل، لا هو أزرق ولا هو أحمر، ده تشوفوا كأنه السيتوبلازم رائق تقريبا شكله. بس شلون أميزها؟ الفصوص مالتها أكثر عدد من 3 إلى 5 فصوص. هسه هذه 1 2 3 4 5، هنا أنا عندي 1 2 3. هذا هو الفرق بين النيوتروفيل والإيوزينوفيل. نجي على البيزوفيل. البيزوفيل طلاب حجمها أصغر من الإيوزينو والنيوتروفيل. الحبيبات هنا إذا تشوفوها تقريبا ما نقدر نميز. ليش؟ لأنه الفصوص مالت النواة ماخذة حجم الخلية، واللون جدا أزرق، اللون جدا أزرق مائل إلى اللون البنفسجي. هذا بالنسبة للغرانيولوسايتس. هذا واضح طلاب؟ أكو سؤال عليه؟ دكتورة أنا بين ما لقيت الباسورد وأجيت أسجل حضور لقيت الرابط منتهي. هاي يعني راح أفتحها بس دقيقة واحدة وأسده. تمام دكتورة شكرا إليك. واضح لحد الآن؟ نجي نكمل. بالنسبة إلى الأجرانيولوسايت قلنا بالكابتل يعني دنن في وجود الحبيبات بالسيتوبلازم. المونوسايت، المونوسايت دا تشوفون النواة كلوية الشكل مثل حبة الفاصوليا، هذه مثل حبة الفاصوليا. الليمفوسايت عندنا نوعين اللي هي اللارج، أنا هسه هنا حاطت لكم المؤشر عليها. اللارج تكون النواة ماخذة الجانب المحيطي من الخلية، والسمول أيضا مأخذ الحيز المحيطي من الخلية. هذا بالنسبة لي السي بي بي. هذا هنا أنا عندي بلاد سمير، تشوفون طلاب هذا المؤشر الأول. منو يقدر يقول لي هذا المؤشر الأول منو؟ بس رجاء بس يعني واحد واحد إذا ممكن. دكتور نعم ولا عفو هاي الإريثروسايت. نعم دقيقة طلاب عيني، منو عيني؟ علي عبد الله. الإريثروسايت كرة الدم الحمر أعتقد. تمام الإريثروسايت هذا المؤشر الأول، شكرا عيني. طلاب عيني العفو عيني مني. طلاب عيني من أجيب لكم يعني كويز احتمال مثلا يكون بهذا الشكل، هاي بلاد سمير، وأخلي لك مؤشرات عليها، أقول لك identified رقم 1 مثلا، أقول لكم الأول شنو، الرقم 4 شنو، والرقم 3 شنو. بالنسبة لي الرقم 4 هي عبارة عن النيوتروفيل، تشوفوها 4 فصوص نيوتروفيل. رقم 3 هي عبارة عن مونوسايت، هي مونوسايت، شوفوها ليش؟ لأن كلوية الشكل صح هي ماخذة المحيط بس كلوية الشكل. المؤشر الآخر هي عبارة عن من يقول لي رقم 5 يا رقم عيني يا رقم 5 5 موبايل القاعدية لا ده تشوفون عيني قلنا الحبيبات إيوسينوفيل. لا باعوها عيني باعوها الحبيبات. قلنا الحبيبات يا لون بالإيوزينوفيل تاخذ قلنا لون الأحمر صح؟ ده تشوفون هاي لونها بنفسجي تقريبا، إن من هي اللي تاخذ اللون البنفسجي؟ بازوفيوم. نعم بازوفيوم قاعدية دكتورة البيزوفيل. تمام هي البيزوفيل إيه. تمام عيني عيني تقاشي.
هذه بالنسبة للبلد سمير. And thank you very much for your attention with me. أكو عيني سؤال؟ أحد ما واضح شيء عنده؟ دكتورة بس احنا شو هي spatial cells؟ انتي لشتها ليش؟ البيزوفيل دكتورة عن قبل شوية قلت لك بيزوفيل قلت لي الشقق ما سمعت والله ترى مو واضح يمي اوكي دكتورة عادي لا العفو عيني لأن دكتورة أصوات عدة أصوات تدخل فما يعني يصير عندي مثل صدى دكتورة نعم بس الخلية الثانية شنو هي؟ نعم. ياهو عيني الخلية رق المؤشر الثاني اي نعم دكتورة المؤشر الثاني هي بليتليت بليتليت اي عيني العفو طلاب عيني هسه سجلنا الحضور راح انزل لكم ان شاء الله الكويز مالتكم بس قبل ما ابدي بالكويز عيني الامتحان 12 دقيقة 12 دقيقة إذا أريد أنطي مجال يعني أحاول أنطي دقيقتين مو أكثر فوق الوقت هاي أولا ثانيا إن شاء الله يعني أنا راح أتواصل ويا طه راح يكون عندكم كويز بالكونكتيف تيشو كويز بالكونكتيف تيشو احتمال كبير يوم السبت فقط أرتب الوقت حتى نمتحن إن شاء الله على قد 10 دقائق أو 12 دقيقة دكتورة نعم الفاينل بعد 4 أيام مو ابني أنتم ما عندكم ترى كوزاتكم كلش قليلة دكتورة راح أصير 5 كوزات بعد قد كم كوز لازم دكتورة باكر راح نمتحن يعني امتحان من 20 درجة اي هذا ويا دكتورة زهراء صح أنا وياكم ابني بس أنتم حتى هاي الدرجة تساعدكم بالفاينل يعني انتو العمل المفروض تاخذون بيه درجة عالية حتى يساعدكم بالفاينل مو دكتورة يخاف يعني ما لحق نقرأ منا بايو منا صار كويز هذا هسه يعني اكو شيء ما مفهوم بي لا هو واضح ان شاء الله بس يعني مو يعني احنا نريد شوي نجهز الفاينل ما يخالف ابني هسه اذا تقعد تقرأ